حينما تبحث عن أحد العناوين لتطلقها على النسخة الحالية من كأس العالم الذي تستضيفه روسيا، سيكون مونديال الأرقام القياسية هو العنوان المناسب نظراً للأرقام التي تحققت منذ انطلاقة البطولة إلى الآن، خاصة الأرقام المؤثرة في تاريخ المنتخبات. قد يرى الجميع أن تأهل إنجلترا إلى دور الثمانية إنجاز كبير، لكن حينما تعلم أنها المرة الأولى في تاريخ إنجلترا المونديالي الذي تفوز فيه بركلات الترجيح، فإنه بالتأكيد رقم قياسي. وفي نفس المباراة أيضا عادل الإنجليزي هاري كين رقم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا بتسجيل 6 أهداف كقائد للفريق، كما عادل رقم لينيكر كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة. كان للمدافع الكولومبي بيرمينا نصيب كبير في نفس المباراة بتحقيقه رقما قياسيا جديد، بكونه المدافع الوحيد في تاريخ المونديال الذي يسجل في 3 مباريات متتالية. يعتبر خروج المنتخب المكسيكي من دور 16 هو 7 على التوالي. كرواتيا بدورها تأهلت لأول مرة إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 98. تعتبر مباراة كرواتيا والدنمارك ثاني مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد أهدافا خلال أول 4 دقائق من زمن مباراة عن طريق طرفيها، شهدت مباراة أسبانيا وروسيا وكرواتيا والتي أقيمت الأحد الماضي اللجوء إلى ركلات الترجيح في يوم واحد، لتصبح ثاني مرة في تاريخ المونديال التي يتم تحديد الفائز فيها عن طريق ركلات الجزاء بيوم واحد منذ مونديال 86. نجحت روسيا البلد المضيف في تحقيق الفوز عن طريق ركلات الجزاء أمام إسبانيا، لتصبح 5 منتخب يفوز بركلات الترجيح، وهو صاحب تنظيم البطولة بعد فرنسا في عام 1998. وجاء من بعدها كوريا الجنوبية في عام 2002، ألمانيا في عام 2006، البرازيل في عام 2014. أصبحت روسيا ثاني فريق يسجل هدفين بالخطأ في نسخة واحدة بالمونديال بعد منتخب بلغاريا بمونديال 66. يعتبر سيرجي إغناشيفيتش لاعب المنتخب الروسي أكبر لاعب يسجل هدفا في مباراة بكأس العالم، وهو عمره يبلغ 38 عاما و352 يوم. أصبح مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أصغر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بتاريخ المونديال بعد مايكل أوين لاعب المنتخب الإنجليزي عام 98. أصبح عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري أكبر لاعب سنا كمشاركة في المونديال، وعمره يبلغ 45 عاما و161 يوم. بات محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم برصيد هدفين، يتساوى مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفي في مرمى المجر في مونديال 1934.